لانه بس بدي كنت اعمل بي اي كل هالحكي قبل انه كل هال الانتوراج اذا بدك شو بدك فيه اخي تعمل بي اي واستاذ مدرسه لا منا ابدا. وانا هلا اللي عم يسمعني انتو سبور وبحبوا الباسيون تبعه يكون بعده اذا بقى عم نحكي حدا يونغ او هيك بده انه لا اذا الباسيون تبعك هيك جو فور ات شو بدك ما تفكر انه هيك بتعمل لي $1,000 او لا رح تعمل لي 10,000 او لا لانه بتسقط هون جو انت شو بدك تعملها وهي لوحدها ات ويل كم. يعني انا هات تطليع هات تطليع بدك تحرق حدا ساعة انه بيض اموال ساعة مدري مين في وراي ساعة هيدول بينحكوا يعني بالكوميونتي لحلك شغلة فؤاد نحن ساعة في وراي واحد حاطين ساعة هلا مين هو هيدا اللي فوتوا على اليورو ليج على الاي اتش سي بي لجيب هيدول مين وراه هيدا اليوم وهيدا عم ببيض وهيدا حتى ما نحكي غير شيء على هيدا لا خي ما نحن عالم وانت مثلك نحن عالم حفي ركبنا بالشغل رح لك شغله بنشتغل 20 ساعه بالنهار مش 8 ساعات ونحن كل شيء بنعمله بنكبه على البزنس مش لا تطلع انت تقوس علينا رح لك شغله. نحن سادلي بكلتشر وهذا دائما بقوله نحن بكلتشر اذا حدا بيشوف حدا تاني سكسيدنج ان لايف او ان بزنس حتى لو منه بذات الدومين دائما عنده قوام انه ايه ببيض اموال او ايه مدري شو بيعمل كلتشر ولا كوميونيتي. الكوميونيتي كتير بس الكلتشر تبعونا يعني مش بس بالباسكت كوميونيتي تبع باسكت كمان هي اتس فيري توكسيك وي هاف تو بي اونست بس ككلتشر كلبنان ما حدا في يشوف حدا تاني هيز سكسيدنج الا ما يطلع لحلك شغله وهذا دائما كمان بقوله when it comes to women in our culture وانا دائما عن جد بحب ركز عليها اذا بتشوف حيلا حدا بيشوف بنت ناجحه دائما عنده اوتوماتيكلي بيصير pointing fingers عليها انه لا هيدي مدري شو عامله لنجحت وهيك. ليش في عالم Arab women who are very good بالسياسه وبالبزنس وبكتير محلات in our society ليش البنت قوام دايما تتهمش بطريقة انه لا مدري شو عاملة ليش فيها تكون البنت دارسة وشاغلة she worked hard توصل على محلها. اخر واحدة عملتها يمكن المنتخب سري رجعنا عملنا طبع المنتخب مزبوط وقتها بال 2018 تبي استفدنا كتير منها بالمنتخب ايه كتير استفدنا منها بالمنتخب لا اكيد there's no doubt about it قبل ما يصير في حرب الغاء هلا ما بعرف إذاك تحكي عن الحرب لا الغا. انا بس انا ما عندي مشكله ما بدي بس ايه صار في فيتو انتبه ما فينا نكذب كمان صار في فيتو كتير كبير مش بس عليك على ال عادي بيج بارت اوف ذا كوميونيتي الله يوفق الجميع هذه لمصلحه لبنان هلا الريزلتس انعملوا هو بدلوا على شغلنا 10 سنين لهالكوميونيتي هذا دائما انا بقوله ايه ال10 سنين اللي كانت عم تشتغل الكوتشيه السكيلز ديفلوبمنت كوتشز الاهالي اللي استثمروا باولادهم اكيد السترينث اند كونديشنينج كوتشز كلهم السبونسرز اللي حطوا مصاري المصاري الاهالي الانفستيسور لهدول هالكوميونيتي هلا نجحت وعملت لك شغله هذا دائما هي دائما بقوله انه نحن هلا النتائج اللي عندنا هلا عم نحصدها أكيد. هي شغل the last 10 years وسادلي اي هوب ايم رونج بس الشغل اللي عم ينعمل هلا رح نشوفه الفشل او النجاح تبعه له بعد 5-6-7 سنين من هلا. انت شو فشل شو عم تحكي اداري ولا ريزلتس فشل لا سي فشل ما بي اتوقف على سنتين كنت عم تقول لي انت انه كان في ديبيت بينك وبين فادي وما رجعت انت لي شو هي الديبيت انا رجعت لها اكيد رجعنا هذا ذكرت هلا عم تسمع اذا بتشوف سوشيال ميديا وهيدا انه انه في يلعب ما في يلعب 43 شو وضعه صار كبر مع هيدا هو رح يلعب ولا مش رح يلعب السنه anyway. انا اللي عم بقوله انه هلا كيف راكب الفريق تبع الحكمه انه عندك عناصر هلا هو بده يلعب على نحكي شوي تكنيكلي هو بده يلعب على ال115 كوزن يعني هلا هو وزن شو 118 بس كله انه هو 118 حتى العالم ما تفهم غلط انه هو زياد ادد ماسلز يعني. انا ما بدي يلعب اذا انا بتقلي لعلي وهيدا انا ضده بدي نازله انه كيف كان يلعب 105 107 هو مش مقتنع بعده هلا لهلا انه لا انه هي عم نحكي تكنيكلي هلا في التاني اللي من برا الاوتسايدر يعني انه في يلعب او ما في يلعب وكبر وهيك سو هو جاي على فريق اوريدي في تولز يعني منه الحمل عليه كله مزبوط يعني انت ما بدك من فادي مثل ما كان عرفت هون مين كان عم يتمرن عندي معك غياس قمت هون قلت له صرت انا غياس از دير فريند اوف ماين ان شاء الله ما يعملوا مشاكل سو واذا بتجي بتطلع تعمل شوي هيك
ستادي بتطلع بالعالم بتلاقي انه عندك فوق ال 15 ديجري بالعالم بينعملوا خصهم بالسبور, نحن ما عنا اياهم. سو انا الفيزيون تبعي انه نقدر على نيكست ستيب نقدر نعمل جامعه بس رياضه, يعني جامعه رياضيه وعندها اختصاصات مثل تعمل 3 years bachelor degree sports management موجودين, يعني sports psychology, basketball coaching 3 years, football coach, كل هاي دول كل شيء خاصه coaching management media مثلا هاي دول بس يكونوا bachelor degrees. so مش موجودين عندنا بعد بلبنان. انا ال next step طبعا اذا الله راد وما حدا وقف لنا اياها نقدر نعملها, يعني اذا الله راد. بس ليش ما اول حدا يوقفها؟ يا بيوقفوا لك يا يعني بيهددوك بيبتزوا انه بمطرح من المطارح, مش عم بعنا حدا معين. شو هو هذا البروجرام؟ هو جوين فينشر بين ستيب اهيد سبورت سكول واي اتش سي بي. شو هي الاي اتش سي بي؟ يوروليج هيد كوتشينج بورد. يعني هول نحن في ديبيتينج على طول بالاثنين بالباسكتبول, بس تحكي هدول يو هاف ام بي اي اند يو هاف يوروليج اند يو هاف ذا فيبا اكيد, بس يو ار ديبيتينج اكيد مين بتحب انت ان بي اي ولا بتحب يورو ليج؟ مزبوط. اوكي مين بتحب اكتر؟ اللي بيحب اكتر تكنيكلي سبيكينج بيفهم بيحضر شو يورو ليج, واللي بيحب الانترتينمنت وهيك واكتر هدول بيروح على ان بي. سو انا انت عم تعمل مع اكبر انتيتي اذا بدك بالباسكتبول ككوتشينج جوين فينشر بهذا البروجرام, يعني انت وصلت على اعلى قمه اذا بدك كتكنيكلي سبيكينج تقدر تاخذ نولج من عالم. هيدا الهدف كان تبعي انا. سو نحن كنا عم نحكي هلا عن البروجرامات. عندنا بروجرام الباسكتبول اللي هو على 1 يير هون معمول وبدبي, هن عملوا جوين فينشر بهالبروجرام. لا مش ضروري نحكي عنها ان ديتيلز. انا ما تبي انسى الديتيلز. ما بدي اسالك ليش صار الفيتو. انا بدي اسالك كيف لما صار الفيتو عليك قدرت تكمل وما لانه حلك ليش عم بقول لك ليش عم بسالك السؤال, لانه انا لما صار الفيتو علي في محل استسلمت صراحة. أقول لك يا في محل, يعني قبل ما يحكينا جو غطاس تأجع على الحكمة قال لي أنه بترجع على الحكمة من باب العريض, قلت له جو وقف عندك, قلت له أنا ما بدي أرجع على اللعبة. سو أنا سؤالي إلك أنت كيف ما استسلمت؟ ما عم برجع إلك نفس هاي نرجع نفس الحديث اللي حكيته أنا. نحنا ما منتنفس باسكتبول, مزبوط ولا لا؟ مزبوط. حياتنا كلها باسكتبول, ما 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 عندنا شيء بحياتنا غير سبور as business approach للسبور وباسكتبول والباسيون تبعنا هيدا الباسكتبول. يعني بس انت بتقلي مش ما بدي احكي يمكن تقول يعني بس انت مش زعلان يعني بس انه شو انت انه من انه لحقنا من 2013 خيه انه شو خيه شو عم انه شو عملت انا شو عملت وقت تصير في قصص شخصيه انا شو عملت خيه سألي شو شو ما انت شو عملت انا ما خضعت هاي شو بدي اخضع ليش بدي اخضع هو في بخضع. عالم في عالم معي معود زحيف يعني بدك يعني اسحب ما بسحب ليه انه ليه ما فهمت ليه شو اللي عامله غلط انا شو ايه جبرني روح على الانتخابات اشتغل بضد الانتخابات شو انا بوقتها وصلت لمطرح خلص روح قول هونيك من ورا هالكيدية وهال شاغل مع 12 فريق خلي واحد من هالفرق 12 شاغل معهم هال 14 سنة يعطي وان نيجاتيف فيدباك علي لا هلا قلك تعد اذبحني وعلقني واحد شو منتخبات شو كنا نتشغلي عم قلك قديش كنا عندك اترك وروح 20 يوم شغلي الكرميل شو يعني كرميل يطلع لي صورة يعني ما قطعت هالمرحلة كنا شو وقت الناشنال تيم عملنا هالدورة شو انه شو وقت السمر انه شو خيي مش عم بفهم يعني انه شو انا ما كنت على شو طلعته من ما بدي احكي يمكن بيني وبينك يعني ضيقت هلا ما كنت بدي ما في شجع وصلت عند ربه كله ببين بالاخر بيرجع ونحن باقيين باللعبه ونحن اللعبه نحن اللعبه الشغله هلا كتير مهمه وانا رح لك شو كنت عم بسالك السؤال لانه انا كنت عم بقول لك انه انا في محل استسلمت وظهرت من اللعبه ما كنت ارجع والشخص يلي رجعني على اللعبه قال لي شغله كتير قريبه على هيدا قال لي جاد هني هون هلأ for a period of time وحيرجع يفلو وانت حتبقى باللعبة وتبي عم بيمر الوقت وعم برجع لاحظ انه مزبوط انه انا هون وحقبقى هون وغيري حيجي ويروح مثل ما اجا كتير يمكن يدلو يمكن you never know يدلو بس مش مشكلة بس مثل ما انت عم تحكي كتير مزبوط you have to always think positive.